بالنسبة للمنطقة الوسطى سوف يكون التغطية غائم جزئي، وفي أقسام الغربية يكون غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، كما يتشكل الضباب الخفيف صباحا ويزول تدريجيا. درجات الحرارة سوف تكون مقاربة ليوم أمس. أما بالنسبة للمنطقة الشمالية سوف يكون الطقس فيها غائم جزئي وأحيانا غائم مع تساقط زخات مطر رعدية. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية سوف يكون الطقس فيها غائم جزئيا وأحيانا غائم، درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس. أما بالنسبة للحالة الجوية اليوم غد سوف يكون الطقس في المنطقة الوسطى طقسا غائما جزئيا واحيانا غائم. اما فيما يخص المنطقة الشمالية سوف يكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية. اما بالنسبة للمنطقة الجنوبية سوف يكون الطقس فيها يوم غد صحوا الى غائم جزئي.